مرحبا، معكم تفاحة. رح نكمل محل ما وصلنا بالفيديو الماضي. احنا كنا عم نستكشف في هذا الجزء، وكنا بدنا نتوجه لهناك عشان نوصل لهذيك المنطقة. فأنا ضايل معي بس وحدة اسس فلاسك، فعم بفكر انه اهرب منهم، احاول امشي لورا اوصل للبون فاير بعدين ارجع لهم واكمل. بس ممكن احاول اقتلهم بالاول، زي ما انتم شايفين مليون واحد بيجي فجأة. شلو غريب، هذا قاعد بركض. عم بحاول اعمل سنترينج. مسح الموضوع صفه، اي ضربة ممكن اموت. ضل واحد بس مش حقدر اقتله، فرح اهرب. طبعا زي ما انتم شايفين في هون سحلية. فرصة اقتلها قبل ما يجي المعلم. راحت، نقدر نرجع نكملها بعدين. اوكي، هاي هناك الشغلة اللي بتتاخد. طبعا هاي فيها دور هون. لا 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 لا، ضربته اجت غدر. هلا بدي ارجع عيد من اول منطقة. بس هلا فيش داعي نستكشف لانه عرفنا احنا في المنطقة الاولى ما كانش فيها اشي في الجزء اليمين، غير شغلة واحدة اخذناها كانت من عند اللي هي في البرج. في الجهة اليسار برضو ما كانش في اشياء كثيرة اخذناهم، يعني التركيز هو اكثر على الجهة اليسار اكثر من اليمين. اليمين بس البرج اللي بناخذ منه جزء من الدرع. طبعا اذا هلا متت راح اخسر 20,000 سول.
شوف اول اشي دي حد يلحقني ضل. لا هيك وقفوا نكمل من هون ننزل من هون، بس بدل ما نروح لفة اليسار نضل رايحين هلا على الجهة اليمين. هلا فيش داعي استعجل، عشان ارجع للسورس تبعتي ممكن يجي من هون. المرة بنشوف اذا في اشي بيتاخد فوق، ما في اشي بيتاخد. فالواحد بينزل من هون باخد السورس تبعته، بنتقم من هدول اللي قتلوه. واكيد ما بننسى هذه الجثة. Last soul of a proud knight. طبعا رجعنا لنفسها، مش حاضر برضو كاميرا اخذها. لا اي طبعا بكل بساطة بقدر ارجع اعيدها واشغلها، بس بدي احاول اخذ ال اشغل البونفاير. طبعا احنا هلا هاي شغلناها، هي طريق، وهون اول بوس فايت. بس قبل ما نروح على البوس فايت ليش هاي مش شغالة؟ غريب. هاي راح نشغلها ممكن بعدين. طبعا بس نفوز بالبوس فايت راح نصير نقدر يصير في عنا بونفاير قريبة على كل اشي. طبعا في ميرشنت هناك تقدر تحكي معاه، وهذا الميرشنت بعدين راح يعمل لك انفيجن. هو بيجي على اساس انه معاه برضه بقية القلادة. بتحسه بيشبه او طالع من بلاد بورن. تقدر تحكي معاه، تقدر تشتري لهم هاي الشغلات. طبعا من زمان بحكي انه ليش مش عم بشتري اروز، ناسي الموضوع. طبعا الطريق لتحت رح نشوفه ونكمله بعدين، بس مش هلا رح ننزل على تحت. وهلا احنا هيك شغلنا الشورت كات الاولاني عشان نرجع مباشرة للبونفاير، نستخدم السولز نرجع لهيومانيتي ونحاول نخلص على البوس اللي هو ارتوريوس. إن شاء الله يكون في ناس ممكن يساعدوني. لأنه راح يسهل المهمة الصعبة.
طيب هلا رجعنا للهيومانيتي، بلش نشوف اذا في ناس حاطين اسمائهم. قبل 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 ارفع الليفل تبعي، بلاش ما اروح اخسر السولز. اتليست ارفع ليفل ونزيد في ال شو الفيث بالانتليجنس. طبعا انا مصر بدي اوصل لل انه اقدر استخدم احسن اتاك بالماجيك، بعرفش ليش، بدل ما انه انا ازيد الدم ازيد اي اشي ثاني. هاي اول واحد، ايه اول مرة بنزل زي هيك للأسف. سامنينج فيت هلا. إذا نضلنا على الجهة اليمين نحاول نوصل لعند الباب من دون ما يجينا أي حدا. ننزل من هون يا ولد. كان رحت فيها هيك، شغلنا الشورت كات. شكله للأسف ما فيش حدا يساعدنا. سامنينج فيلد شكله في عليهم ضغط. هذا حاط كل الهيفل نايت ارمور. بس عم بستخدم الكلوب، مش عم بستخدم نفس السلاح تبع الهيفل نايت او الهافل نايت. نسلم على بريسينجر. وعلى YA927 بنفوت على الوس فايت. هلا بتشوفوا شو صار بارتوريوس اللي هم فاكرين بانه قدر يفوز على الابس. زي ما انتم شايفين هو مهمته كان يقضي على هذول الناس اللي انصابوا بالابس، بس بالاخير هو بصير جزء من الابس وانصاب. فانا بدك تحاول تقضي عليه. طيب
زي ما انتم شايفين. كل ما قربت عليه كل ما بتنصاب اكثر. وعنده اتاكس بعيده وطويله وكل انواع الاتاكس. زي كانك تلعب ضد كاركتر اكثر من انك تلعب ضد بلاير. او سوري ضد بلاير اكثر من انك تلعب ضد وحش عادي. سولف ارتوريوس. هلا سولف ارتوريوس اذا عملت ورجعت طلعت من هاي الاريا ورجعت فتت عليها راح تلاقي حدا من النايتس اللي كانوا صحبه مع ارتوريوس وراح تسالك اذا تاخذ السول تبعته ولا لا. في الجزء الاول المره الاولى اللي عملتها ما اعطيتها السول عشان اصنع منه اسلحه. هلا طبعا في السول هذه بتنعمل منه بنعمل منه ممكن سلاحين نفسها غير هي بتعطيك اذا اعطيتها سورس تعطيك سلاحين. هو بيعمل لك السيف اللي بيعمله خلينا اورجيكم اياه. هو طبعا نفس السيف اللي هو كان بيستخدمه قبل شوي. هذا الابيس جريت سورد. في ابيس جريت سورد وفي اللي هو بيكون كيرست ابيس جريت سورد تقدر تعمل منه. هذول السلاحين هذا هو طبعا بيقدر يعمل نفس الاتاكس تبعته عشان هيك بفيد هو. وانا صراحة ما بستخدمه مع انه حركاته جميلة. بالمقابل ممكن تعمل كيرست والكيرست بصير يفيدك كثير عند طبعا لما اذا رجعت اذا قررت ترجع تعيد اللعبه وتلعب عند نيو لوندو عشان تقتل الوحوش او تعطيها لهاي وتاخذ منها سيفين جداد. فهلا نشغل البونفاير وراح نلاقي هون ارينا للعب ضد اللي هم الناس. اول شغله هاي هي الارينا تبعت اللي هي ضد الناس. فبحكي لك وبشرح لك شو انواع الالعاب اللي ممكن انت تلعبها ضد الناس، كيف ممكن تقاتل. يعني ضافوا بهذا الجزء اللي هو المالتي بلاير الاونلاين مالتي بلاير. ومن هون راح نروح نقابل اللي هو الشخص اللي راح يساعدك بانك تقتل الدراجون التنين اللي موجود. بس قبل ما نقدر نوصله بدنا نضطر انه ننزل للمدينه عشان نجيب المفتاح. فعشان هيك مش رح نكمل من هذيك الطريق، مش رح نكمل من اي شيء من هذيك الجهة. وهلا رح نكمل بهذا الاتجاه. خليك هيومن. لانه رح يصير لك انفيجن من النون بلايبل كاركتر اللي هو اللي حكينا معه بشوي الميرشنت لقدام شوي. هياتو اجا واحد من الدارك سبيريتس. اوكي
ممكن نجيب معنا كمان واحد ونكمل. محتوى هنا وحوش أسوأ وأصعب من العادة، واضح إنه اللي معي مات. ايش هيك صار؟ كيف هذا اللاج يعني صار؟ شو بكره الدارك سبيريتس. طبعا تقدر تنتقم منهم انك تصير من البلو سبيريتس وتصير تفوت عليهم تعمل لهم انفيجن. فانا صراحه بس اخلص من هذا الووك ثرو راح اصير اعمل زي هيك، بضلني انتقم من هذول الناس. فحكينا احنا لازم نكون هلا المشكله انه نضلنا هيومن عشان يصير لنا انفيجن. خليني اعمل اول اشي جزء الانفيجن بسرعة عشان في حال متت او صار لي انفيجن من حدا تاني. ما يصيرش مشاكل. طبعا هون يفضل انك تحط مثلا اي شيء له علاقه بالضوء، زي مثلا بما انه هلا هون يفترض تكون اخذتها اللي هي سانلايت ماجوت مثلا، لان راح تفيدك كثير في القتال. يا طبعا اول اشي في هون واحد. ناخذ لارج سول اوف براوتايت. طبعا زي ما انتم شايفين المعلم قلت لهم قاعد بضرب واحدة. نيجي بنسلم عليه هذا وبنرجع بنضل مكملين. هلا هذا الشورت كات راح نفتحه كمان شوي. وهلا بدل ما نمشي دغري راح نروح، يعني طبعا هو لسه دغري. هلا في هنا زي مشعوذ، حاول اقتل اول اشي هو بعدين اقتل الثانيين. في هون واحد قبل ما تفوت تاخذ السول اوف بريف وورير. لحظة انا لازم كان اول اشي لازم ننزل من هون. طبعا هي قتل تفينكلينج فيفن اي. تنزل من هون تاخذ هاي. تقدر تنزل هون او تكمل. خلينا نستكشف.
الطريق. اول اشي هاي الجهة مسكر راح تكون، راح يكون فيها من هدول. هاي عشان تيجي تنط هاي النطة. طبعا هم قاعدين بيمشوا في الطريق، لو نزلت من فوق لهون تقدر تجيها مباشرة. طبعا هون في اشي ممكن تنزله لتحت، راح تلاقي كمان مشعوذين، فدير بالك. اخ تموت. طبعا بما انهم بيضربوا هاي الشغلات فانت ممكن تحط درع ضد هاي الشغلات. بس لحظة لانه اجى عندي. طبعا هم خربوا لي تقريبا نص الوك ثرو بالايش اللي بيعملوه. فهيك بناخذ احنا الدارك اورب. تقدر تنزل عليهم من برا، تنزل عليهم من برا وتكمل من هون. فبنرجع بنكمل. بعد ما اخذنا الدارك اورب احنا كان نقدر ننزل من هنا. بس برضه بتقدر تيجي زي هيك. طبعا هون كان في ليزر بتقدر تنط عليها وتاخذها مباشره. هلا هون اذا كان معك اي شيء فيه ضوء راح يفتح لك هذا الطريق السري. هاي في فانتوم منهم مات. فهون بناخذ السيلفر بندنت، وهي تقدر تستخدمها عشان تبعد عنك اي نوع من انواع السحر. طبعا وين صاروا موصلين؟ هلا طبعا تقدر ترجع او تكمل من هون. فراح اكمل من هون بالضبط زي هيك. راح اكمل. طبعا مرات بتخونك وما ما بتزبط معك النقطة. بس هلا بدل ما نلف اللفة رح نضلنا ماشيين على الجسر مباشرة. وبس بدي اعمل ال نون بلايبل كاركتر، بعدين اعمل سمن للناس. هلا هيك احنا خلصنا من الجهة اليمين، ف راح نروح منها. نكمل زي ما حكينا هنا في مباشرة.